السلام عليكم البنات اليوم ما ان شاء الله غنوجد معكم واحد الشهيوه اللي ما في رمضان ومن غير رمضان صراحه حتى دابا مع البرد وهذا زوينه هكا في العشيه مع كويس ديال الاتاي ولا مع اون سوب المهم كتجي غزاله وصفه تقليديه مغربيه هي البطبوط عامر طايب كنعجنوه كنعمرو كنطيبوه في دقه واحده كيجي غزال غزال ورطب وما فيش العجينه بزاف وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يعجبكم بزاف انا هنا في البول ديال التيرموميكس درت الدقيق القمح الكامل ما درت معاه لا فورس لا شي حاجه كنزيد معاه الخميره والماء وواحد شويه ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال العسل وصافي وكنعجنو مزيان واحد ربعة دقائق في العجانة بالنسبة للبنات اللي يقدو يعجنوه في العجانة ولا في يديهم هنا كندير خمسة ديال الكريسات خمسة كبار وخمسة صغار كنشلط البصيلة ديالي كنزيدها على الكفتة كنزيد المليحة الخرقوم الكامون القصبار حبوب زيت العود الهريسة أه وصافي وسكينجبير صافي كنخلط المقادير وكنبدا نعمر ونطيب في دقة واحدة هنا كندير ديك العمارة ديالي ديال الكفته والبصله كنقسمها على خمسة حيت الكريصات حتى هما عندي على خمسة خمسة كبارين اللي كنبدا بهم هما الاولين كنقرصهم ندير عليهم الكفته ومن بعد كناخذ القرصه آه القريصه اللي تتكون صغيره اللي انفاس مع القرصه الكبيره وتا هي تن... تنطلقها وتنحطها من فوق الكفته وكنسوديها مع الجناب هكا أه... بيدي بحال اون كلي انا هنا راه تنخدم غير بيد وحده سمحوا لي على التصوير أه... صافي كنضن نسد وكنقرصها غير بزويته العود وصافي ما فيها حتى شي حاجه ما فيها حتى شي صعوبه وسهله سهله بزاف حتى في الخدمه ديالها صافي كنديرها طيب في مقله اللي كتكون سخونه على نار متوسطه كنرش شويه زيت العود وكنبدا نطيب وحده كطيب وحده كتعمر حتى كنسالي كيف كتشوفوا كندهنها مره مره كنرشها بزويته العود غير مره مره وصافي ماشي ماشي بزاف وكنكمل الكريسات الاخرين اللي عندي من المهم انكم طيبوها مزيان حيت كيف كتشوفوا الكفته خضراء وبصله خضراء يعني كخصها تاخذ حقها في الطياب بالنسبه لهاد الطريقه انا كتجيني ساهله على انني نسد العجينه وكره واحدة لحقاش كتجي غليظه هادي كتجي رقيقه بزاف وسهله بزاف يعني من با واحد نص ساعه كتكوني ولا 20 مينوت كتكوني وجدتي البطبوط ديالك كامل انا هنا درت لكم غير فيديو قصير لحقاش كنت كنحطو في ستوريات والبنات بزاف طلبوه مني فهو هذا يجي غزال 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 يعني اش نقول لكم واحد الوصفه اللي هي سهله سهله بزاف اقتصاديه ولذيذه وما فيها حتى شي ماده حافظه وبصحه والراحه